جوه من بارما. انا محمد البلوشي، انا في رحلة رود تريب الى مدن جميلة في الشمال الايطالي لكنها غير معروفة سياحيا. يمكن خلال هذا الفلوج تتعرفون على ايطاليا اكثر. زرت برغامو، بادوا ومدينة عاصمة الفراري، واليوم وصلت الى مدينة جميلة تبعد فقط ساعة من مدينة بارما. من بارما. بارما طبعا فيها وايد معالم حلوة، مشهورة بالبارميزان تشيز، ومشهورة بالمعمار هذا الحلو. واحدة من المدن الحلوة اللي في إيميليا رومانيا. أول ما تدخل المدينة راح تلاحظ وجود أغلب الناس تمشي أو على الدراجات الهوائية اللي منتشرة بكثرة في هذه المدينة. أغلب الشوارع تحولت إلى ممرات مشاة وعدم وجود السيارات نهائيا. أحب هذا النوع من المدن اللي تكون مناسبة جدا للمشي وما تحس بضغط وجود السيارات. قاعد تمشي الحين في بارما، رايح حق السنترال مالهم اللي صاير في الدومو. الكابل ستونز كل مكان في المدينة، يعني وايد قديمة محافظين عليها. هذا شارع المشهور غاريبالدي، هذا شارع غاريبالدي. نبذوه نحن؟ ايه؟ نبذوه؟ ايه؟ نلعب. اوكي بارما مدينة في شمال إيطاليا، قريبة وايد من مدينة فينيسا، وتقع في محافظة إيميليا رومانيا. يسكنها تقريبا 200,000 شخص ومعروفة بمعمارها الجميل، مباني جدا قديمة ولها طابع وايد جميل. معروفة كذلك بالموسيقى وكذلك بالجبن البارميزان. تعتبر بارما من المدن الإيطالية القديمة اللي يرجع تأسيسها من أيام الرومان. كذلك المدينة جدا صغيرة ويمكن نقدر تشوفها في يوم واحد. ومن أهم معالم المدينة جامعة بارما اللي معروفة من أقدم جامعات إيطالية، شئت تقريبا عام 962 وعادت استاحة عام 1762، وفيها واحدة من أقدم المسارح الداخلية اللي موجودة بالعالم. وصلنا إلى كنيسة بارما، تعتبر واحدة من أقدم الكنائس في شمال إيطاليا ومبنية بطريقة الرومانسك. واللي يزور مبنى الكنيسة لازم يركز على الرسومات اللي موجودة في سقف المبنى لأنها عمل فني جميل وقديم ويستحق المشاهدة. يقال أن الكنيسة تم بناءها عام 1059 وتم الانتهاء من بناءها بعد 60 سنة. كنيسة جدا جميلة، مبنى ضخم لو تقيسها بالمعدات المستخدمة قبل 1000 سنة، عمل جدا جميل. وصلنا الحين إلى ساحة بيازا غاريبالدي. أغلب المدن الإيطالية فيها ساحات تمتاز بأنها مركز المدينة والمكان اللي يحتفل ويتجمع فيه السكان عادة، وتم تسمية المكان باسم واحد إيطاليا غاريبالدي. واليوم هذه ساحة تحط بها أهم المباني الموجودة بالمدينة، وكنت تقصد سنتر مدينة فعليك بغاريبالدي. Thank you.
هذه ضواحي بارما وايد كبيرة المدينة. محلات مسكر متأخر تقريبا الساعة 8 بارما معروفة بمطبخها الغني بالتقاليد الإيطالية، وكذلك المدينة مصنفة من اليونسكو كمدينة للمطبخ الإيطالي. كذلك من الشغلات الجميلة في المدن الإيطالية أن المدن حية إلى منتصف الليل، تشوف الناس كلها تتمشى وتتسوق وتتعشى، بعكس مدن شمال أوروبا اللي تنتهي فيها الحياة بعد المغرب. ومن أهمية هذه المدينة أنها موطن ومنشأ جبنة البارميزان المشهورة عالميا. إذا أعجبك المحتوى شوف فيديوهاتي السابقة، سو شير ولايك وسبسكرايب. شكرا على المشاهدة.